أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسائية دي دبليو من العاصمة الألمانية برلين، معكم ديمة ترحيني في مسائية اليوم. تغطية خاصة لمؤتمر ميونخ للأمن في نسخته 59، ملفات الحرب في أوكرانيا وعلاقات الغرب مع الصين وأمن الطاقة في صلب محادثات ونقاشات هذا العام. ماذا يدور في كواليس المؤتمر وأي توقعات بشأن النتائج؟ مؤتمر لمنع النزاعات شددت كلماته الافتتاحية على التسلح والميدان. تصريحات عدة لقادة الدول في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته 59 جاء بعضها متفائلا بانتهاء الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات، وبعضها الآخر متشائما بل وحادا باعتبار أن الوقت لم يعد للحوار. ملفات عدة تقلق قادة العالم المشاركين في المؤتمر، والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها، هذا ناهيك عن التهديد الصيني وأمن الطاقة. فماذا نقرأ في كواليس المؤتمر؟ أي حلول سيلجأ إليها القادة حول الملف الأوكراني في ظل غياب القادة الروس وعدم دعوتهم؟ ما الذي نتوقعه من اللقاءات مع المسؤولين الصينيين؟ وما أبرز التحديات الأمنية وهي التي تزداد يوما بعد يوم لتشمل الطاقة أيضا؟ أسئلة كثيرة لدي في هذه التغطية الخاصة لمدة ساعة من الوقت في مسائية دي دبليو. أرحب بضيوفي في نقاش سيكون معي لاحقا من مدينة بريمن الألمانية، البروفيسور هانز هينينغ شريدر الباحث في شؤون أوروبا الشرقية. من موسكو معي الدكتورة إلينا سوبونينا المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الروسي. من مقر مؤتمر ميونخ للأمن مفدنا إلى هناك الزميل يوسف بوفجلين، وأيضا ستكون لدينا مداخلات من الكويت وأيضا من بكين بالإضافة إلى دبي. إذن أسئلة كثيرة أبدأها مباشرة مع مفدنا من عين المكان من مؤتمر ميونخ للأمن مع يوسف بوفجلين. يوسف يا هلا بك. أبدأ معك صراحة، السؤال الذي يطرح الآن تحديدا هو مؤتمر لمنع النزاعات، ولكن هناك معضلة لدى القادة الآن حول كيفية حل نزاع روسيا أوكرانيا تحديدا. ماذا حملت كواليس اليوم الأول يوسف، وما هي أبرز ملاحظاتك؟ كيف كان مزاج القادة اليوم؟ كواليس هذا المؤتمر في الحقيقة هي مبنية على ميزان الحرب والسلم في حد ذاته. السؤال الذي يطرح الآن هنا، كيف يمكن لهذا الميزان أن يأخذ العالم إلى مرحلة جديدة من الأمن والسلم العالميين؟ كيف يمكن إجبار كل القوى التي تخرج عن القانون الدولي أن تفي بمتطلبات من أجل الوصول إلى سلم وأمن دولي؟ هنا في هذه القاعات حيث يتواجد العديد من المسؤولين من كل حوالي 40 حكومة، مسؤول ل 40 حكومة ورؤساء دول العالم موجودين هنا لمناقشة هذا الأمر. كيف يمكن الوصول إلى أمن حقيقي، خاصة مع في ظل الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا؟ طبعا هذه الحرب أخذت الحيز الأكبر في النقاش، ويتم التساؤل إلى أي مدى يمكن دعم أوكرانيا من أجل دفع الروس إلى الخروج من الأراضي الأوكرانية. في الحقيقة كل التصريحات هنا تشي بأن عملية الدعم سوف تتم وسوف تستمر، ولا أحد يتحدث عن إمكانية الدخول في مفاوضات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الروسي. الجانب الروسي غير مدعو مثل ما قلت لهذا المؤتمر، وإن دل على شيء فإنه يدل على القطيعة التامة بين الغرب والرئيس بوتين خاصة. وحينما سئل رئيس المؤتمر الذي ينظم هذا المؤتمر
مؤتمر ميونخ للأمن، قال بالحرف الواحد لن نعطي فرصة للروس ليقدموا بروباغاندا لحربهم التي يشنها في أوكرانيا. في الحقيقة ما يحدث الآن في الشرق الأوكراني، خاصة فيما يتعلق بما يوصف بالهجوم الروسي المرتقب، هجوم الربيع كذلك، دفع بالقادة والسياسيين إلى الدعوة لتسريع عملية تسليح أوكرانيا بأسلحة نوعية. طبعا الولايات المتحدة ممثلة بالعديد من المسؤولين، وهذا ما يدعو إلى التساؤل في الحقيقة. حوالي يقال إن حوالي ثلث المشرعين الأمريكيين موجودين هنا، بالإضافة إلى السيدة كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لمتابعة الرؤية الأمريكية لقضية الأمن والسلم العالميين على ضوء طبعا الحرب الروسية على أوكرانيا وما يمكن فعله. يسعدنا أن نرحب هنا في معنا بالسيدة إليزابيث ستيكني، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية. نرحب بك سيدتي. بداية، ما هو السر هذا الحضور اللافت للأمريكيين والوفد الأمريكي الكبير جدا؟ أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم. تظهر مشاركة الحكومة الأمريكية مع هذا الوفد الكبير في هذا المؤتمر التزامنا الدائم بدعم أوكرانيا، وتظهر مشاركتنا أيضا الوحدة والعزيمة بيننا وبين شركائنا وحلفائنا في أوروبا. فسنركز هنا على موضوع حرب روسيا غير المبررة والوحشية على أوكرانيا. طيب، بالحديث على أوكرانيا، سمعنا اليوم خطاب مؤثر في الحقيقة للرئيس الأوكراني زيلينسكي عن طريق تقنية الفيديو، طالب بضرورة الإسراع بتقديم أسلحة نوعية، أسلحة متطورة لبلاده، خاصة وأن المسؤولين في أوكرانيا يحذرون من بدء عملية روسية جديدة، ألا وهي معركة الربيع. نتحدث مع الجانب الأوكراني بشكل يومي حول احتياجاتهم اليوم وفي المستقبل. منذ بداية هذا الصراع تقدمت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، فسنستمر بدعم أوكرانيا مهما احتاج الأمر. اليوم الرئيس الأوكراني أشار بشكل غير مباشر إلى أسلحة متطورة، وهنا يود القول في الحقيقة بحسب العديد من المراقبين هنا أنه يطلب مباشرة طائرات مقاتلة من نوع F-16 وكذلك صواريخ بعيدة المدى. هل الولايات المتحدة لديها النية في الذهاب في هذا الاتجاه؟ لا أريد أن أستبق أي قرار من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية، ولكن كما رأيتم تطورت طبيعة المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مع تطور في طبيعة الحرب، حرب روسيا على أوكرانيا. طيب، الآن في هذه الأثناء وزير الخارجية الأمريكي موجود هنا في القاعات وقد التقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين، حول ماذا دارت هذه اللقاءات تحديدا؟ نعم، الوزير بلينكين موجود هنا واجتمع اليوم مع نظيره الألماني، وتحدثوا عن الدعم الدائم لأوكرانيا، وتحدثوا أيضا عن قضايا مهمة أخرى مثل انضمام فنلندا والسويد إلى ناتو. طيب، انطلاقا مما يتم الحديث عنه هنا في هذا المؤتمر، المرحلة القادمة بالنسبة إلى الدعم هل لها مميزات خاصة؟ هل هناك أسلحة جديدة سوف تدخل على خط المعارك؟ لا أستطيع أن أستبق أي قرار من واشنطن، ولكن بصفة عامة نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما احتاج الأمر. كذلك من بين النقاط التي يتم الحديث في كواليس هذا المؤتمر وهي قضية الدفاع الأوروبي، إلى خاصة وأن ألمانيا اليوم وزير الخارجية الألماني قال يجب أن نفي بالمتطلبات المتعلقة بالدفاع، والتي هي تحديدا حوالي 2% من الناتج المحلي الألماني. إلى أي مدى هناك توافق كذلك على رفع هذه النسبة، خاصة ونحن مقبلون على مؤتمر للناتو مستقبلا؟ نحن نشكر حلفائنا وشركائنا في أوروبا بسبب دعمها من أجل
دعم أوكرانيا. نريد أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يأتي الوقت. ولكن ما هي الخطوات التي يمكن أخذها في هذا الاتجاه؟ نرى أن للأسف روسيا هي العقبة الأساسية على طريق السلام في أوكرانيا. نفكر أن أفضل طريقة للفرص الدبلوماسية الحقيقية هي نستمر في دعمنا إلى أوكرانيا لكي تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يأتي الوقت. طيب دعيني أفهم، حينما نتحدث عن ضرورة دعم أوكرانيا بالأسلحة وبأسلحة نوعية جديدة، وأنت تتحدثين الآن وتقولين أن الكل باتجاه يدفع باتجاه ضرورة إحلال السلام، كيف يمكن يعني التوفيق بين التسليح والذهاب في حرب أخرى وكذلك ضرورة إحلال الأمن في المنطقة؟ الحقيقة هي إذا توقفت روسيا عن القتال فستنتهي الحرب، ولكن إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فلن تبقى هناك أوكرانيا. لذلك نستمر في جهودنا من أجل دعم أوكرانيا مهما احتاج الأمر. لم نسمع البتة في الحقيقة مطلقا هنا في هذا المؤتمر على المفاوضات. هل هذه المفاوضات ألغيت من يعني الأجندة، خلينا نحكي على الأجندة الأمريكية في هذا المؤتمر؟ بصفة عامة باب الدبلوماسية دائما مفتوح، ولكن الولايات المتحدة نحن لن نفاوض في مكان أوكرانيا. طيب، من بين القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية وتهم وزارة الخارجية كذلك الأمريكية والتصعيد مع الصين، لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك تصعيد كبير كان آخرها المتعلق بالمناطيد التي جابت أجواء أمريكا، إلى أي مدى يمكن للوزير بلينكن أن يفتح هذا الموضوع مع الجانب الصيني وهو متواجد اليوم، رأيناه اليوم في الكواليس؟ ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع بخصوص، لكن بصفة عامة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية اتجاه جمهورية الصين الشعبية، نريد أن تبقى خطوط التواصل بين البلدين مفتوحة. لدينا علاقات مؤكدة مع جمهورية الصين الشعبية، ولكننا نريد إدارة هذه العلاقات المؤكدة بالمسؤولية. ولكن هناك ملف آخر هو التجسس الصيني على الولايات المتحدة، وهو ما يقلق في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ستتعامل واشنطن مع ذلك تحديدا؟ انتهكت جمهورية الصين الشعبية السيادة الأمريكية من حيث المنطاد في الأجواء الأمريكية، فكان الرد من إدارة بايدن رد مسؤول. وإذا حددت جمهورية الصين الشعبية أو أي بلد أخرى آخر الأمن الأمريكي فسنرد على ذلك. طيب أنتم الآن في هذا المؤتمر كمسؤولين أمريكيين، هل لديكم مخاوف من تجسس صيني محتمل؟ من الصعب أن نتحدث عن الأمور التجسسية بشكل عام من وزارة الخارجية، ولكن سنستمر في سياستنا اتجاه جمهورية الصين الشعبية. نعم، إذن السيدة إليزابيث ستيكلي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا لوجودك معنا خلال هذه الأمسية. إذن مثل ما شاهدت زميلتي ديما، في الحقيقة الكواليس تخبئ أشياء كثيرة، وهي ما سوف نقدمه لمشاهدينا خلال نشراتنا وكذلك برامجنا القادمة. نعم، بالمسائية بداية يعني سنناقش تحديدا ما ذكرته مع ضيفتك. نعم. يوسف، فيما يتعلق بموضوع الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا ملف الصين، بالإضافة إلى أمن الطاقة. من هنا سأتلقف منك كل ما ذكرته مع ضيفتك. مشكورا يوسف مفدنا، يوسف بوفجلين إلى مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، وأيضا مشكورة أيضا ضيفتك. سأتلقف من كل هذه الأمور وأجيرها إلى ضيوفي للنقاش في بقية هذه التغطية في المسائية. شكرا لك يوسف وبالتوفيق.